مساء الخير، أنا جو معلوف بحلقة الليلة من حكي جالس. جريمة قتل بقلب العائلة الوحدة، برمي على الأماكن العامة بلبنان لحتى نشوف إذا أخذ احتياطاتها والتدابير الأمنية اللازمة. حادثة صدم لطفل عمره 12 سنة، وين الكاميرات؟ متابعة بملف فضيحة سكايب الجنسية، شو حقيقة الفيديوهات يلي شفناهن على الجديد؟ حكي جالس يستضيف جيك المير، أصغر مبرمج أبليكيشن بالعالم، ووقفة مع مركز سرطان الأطفال بلبنان باليوم العالمي لمرض الكانسر. شكل العالم حاليا ثورات، تغيير، رفض لكل المعايير. كلنا بدنا عالم جديد، كلنا بدنا عالم افضل، كلنا بدنا عدالة. وسط كل هالفوضى شوف عالم تاني عم ينشأ من وعي داخلي. الثورة الوحيدة الحقيقية هي ثورتنا على الذات. بدك ثورة؟ بدك تغيير؟ احكي جالس. مطلوب التغيير، لكن شو هو المطلوب؟ غير انت الناس ولا حالك اول شيء. والخيار الصعب تغيير من جوا يصير. ما تصير المقياس والعالم خلفك تمشي. بتصير انت صوت الكل. ذاتنا اللي ما تصالحنا مع بعض، نرمي كل أغلاطنا ومشاكلنا عليها. انت الأساس، انت اللي بتقرر، انت اللي بتغير، ما حدا غيرك. أي متى آخر مرة بلبنان شفنا مسؤول بين الناس عم يسأل عنهم؟ أي متى شفنا زعيم عم بحسسنا أنه بيشبهنا، متواضع مع الشعب؟ أي متى آخر مرة شفنا البطرك أو المفتي بين الناس عم يحكوا مع الناس، عم بيجاوبونا على هواجسنا بالبلد، عن مشاكلنا عم نحكي نحن وياهن؟ تخيلوا معي مشهد فخامة الرئيس بين الناس من كل الطوايف بلبنان، أو رئيس الحكومة متواضع لابس الجينز وعم يحكي مع شعبه، وما حدا يقلنا دواعي أمنية وما منقدر نوقف بين الشعب، لأنه يلي بدهم يغتلوه رح يغتلوه وين ما كان. ومعظم يلي عم بحكي عنهم منهم أهداف لحدا. بعدين أهم نقطة، لما شعبك بيكون معك، لما كل بلدك بيكون معك، ما حدا بيطلع فيك، ما حدا بيسترجي يطلع فيك. لما بتتخلى عن البروتوكول أقله جوات البلد، لما بتتواضع، لما بتلبس الجينز، لما بتلتقي مع الناس، هيدي لوحدة إنجاز، هيدي لوحدة بتخليني حس إنه هيدا هو زعيمي، هو يلي بيمثلني. أي متى شفنا زعيم سني بلبنان نزل على الضاحية أو على الجنوب، خاصة بعد الانفجار، ليقول بالصوت العالي، ليقول للبنانيين الشيعة نحن بدنا نعيش سوا؟ أي متى شفنا أركان الطائفة الشيعية بطرابلس عم تحكي على الإعلام وتقول أنا هون لأقول لأهل السنة إنه ما فينا نعيش بلاكن؟ أي متى آخر مرة التقى الجنرال عون والدكتور سمير جعجع؟ ما فيهم يلتقوا سوا كل شهرين ويتحاوروا بمشاكلنا، يحكوا بحاجاتنا، يطلعوا على الإعلام سوا مع بعضهم، يوقفوا حد بعضهم ويقولوا ما حدا يجرب يفوت بيناتنا، يتعلموا كلهم من برا، يشوفوا الغرب، يشوفوا كيف بينعمل، كيف الناس بتعمل زعمة، كيف مفروض القائد يكون مع الناس؟ ما حدا يقول لي بلبنان ما في حلول، ما حدا يقول لي ما بيقدروا يعملوا شيء، ما حدا يقول لي ما في حل، ما حدا يطلع يقول هالبلد الصغير ما بيقدروا يديروه. بس لما العقول يلي عم بتدير هيدا البلد هالقد مش عارفة تستوعبه،
لما كلكن حاطين الكرسي براسكن، مش شايفين غير الكرسي، مش شايفين غير المصاري، مش شايفين غير الصفقات. لما كل واحد منكم بده يعتبر انه مد الايد هي تنازل، وانه اذا تنازلوا بيكونوا انكسروا، اكيد ما رح نوصل لحل. لما بكل تجمع لاحزابكن او جماعاتكن بدكن تغزوا الحقد، اكيد ما في حل. لما بدكن تعملوا اعتبارات لسوريا وللسعودية ولايران ولامريكا ولكل الدول يلي حكمتنا على حساب لبنان، اكيد ما في حل. ولما كل ما يطلع انفجار بالبلد بدكن تتسابقوا لحتى تطلعوا على الشاشات لحتى تقولوا لازم نشكل حكومة، وانا ادعو لتشكيل حكومة، اكيد ما في حل. من كم يوم يلي تابعوا الأخبار أفرج عن قسم كبير من $4 مليار اللي كانوا مجمدين لإيران. شوفوا العالم والتحالفات والتغيرات يلي جاي، ونحن هون بلبنان بعدنا محلنا سياسيا. اليوم أنا على التلفزيون إذا طلع انفجار، إذا مات حدا من عائلتي، شو بيجيني من الوزير أو من النايب اللي بده يطلع يصرح ويعمل حاله مهتم ويقول لازم نشكل حكومة؟ ولحتى نحكي جالس، أو بالأحرى لحتى أحكي أجلس من الجالس، في حدا عم بيبادر فعليا لحتى يشكل حكومة مثل ما لازم؟ في حدا عم يتسابق مع التاني على الوزارات؟ هاي الأجواء اللي شايفينها، والحجة انه من خلال الوزارات بنعمل خدمات للناس، مشان هيك بدنا وزارات خدماتية لحتى الناس تضل تحت جناحنا لحتى يرجعوا يصوتوا لنا بالانتخابات. للأسف عنا بلبنان ما منخدم كل البلد، ما منفكر انه نخدم كل الناس، وما منفرق بين المناطق والطوايف. تعرفوا شو يعني بعد كل اللي وصلنا له انه تتشكل حكومة ما في توافق عليها؟ اي دوا عندكن رح نترحم على هالأيام اذا هيك بصير. واذا فكركم تشكيل الحكومة بيوقف العمليات الارهابية بتكونوا كتير غلطانين، لانه الامن بلبنان منه بالتراضي ولا ممكن يكون بالتراضي. الناس طالبتنا بالأمل، الناس قالت يا جو اعطينا فسحة أمل بهيدا البرنامج، نحن أملنا فيكن وبأملنا باللي عم تعملوه. طيب أنا بسأل سؤال، في أمل؟ أكيد في أمل، بس الأمل بيطلع من ملل، مثل ما قال زياد الرحباني، بس تزهقوا كلكن من الوضع بصير في عنا أمل سوا. ولا مرة طلعت على الهوى وادعيت، ولا مرة منكذب على الناس، ولا مرة إلا ما قلت الأمور مثل ما هي. ما بعرف أطلع وأقول في أمل ونحن مش شايفين الأمل، بس نشوف الأمل بنحكي عنه. الأمل الوحيد يلي بقدر ضوع عليه بالبرنامج هو نجاح الشباب اللبناني بلبنان وبرات لبنان، نجاح المواهب الكبيرة يلي نحن عنا إياها. الأمل بالإنسان مش بأي شيء تاني. ما بعرف إذا في حدا بموقع السلطة بهالبلد قادر يستوعب أو عم يفهم شو عم بحكي، وقادر يستوعب يلي عم قوله، قادر يحس بوجع الناس.